اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. مبارك ايه؟ كله تمام. ايضا كريم سعيد، ازيك يا كريم؟ ده كابتن اسلام. مبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله يا كابتن. طيب، الحلقه النهارده كالعاده منقسمه، او الفقره هذه الفقره منقسمه الى جزئين. الجزء الاول حفله مشروع القرن ومباريات النادي الاهلي القادمه، ثم الجزء الثاني طريق الى مونديال 2026 وحلم المونديال وتحليل ليلة المباراة، مباراة بوركينا أو مصر، منتخب مصر ومنتخب بوركينا. أبدأ بك يا أحمد، كنت موجود امبارح في حفل مشروع القرن. طبعا يعني اشرح لنا. لا طيب، الواحد نظرك. الواحد طبعا فخور ان هو في الايام دي مشروع القرن. شوف هتقول ايه. الواحد طبعا فخور ان هو اهلاوي بينتمي لهذه المنظومه الرياضيه الناجحه. امبارح يعني يعتبر كان يوم تاريخي للقلعه الحمراء، يوم هيفضل خالد كده في الذاكره ان شاء الله. يعني حلم كل الاهلاويه الاستاد، كل الاهلاويه بيحلموا بان هو يكون عندهم استاد من زمان. فان مجلس اداره النادي الاهلي طبعا ياخد قرار ان احنا ان شاء الله يبقى عندنا استاد في خلال 4 سنين باذن الله، دي حاجه تبقى يعني حاجه محترمه جدا. من خلال يعني كمان التحالف الموجود من 15 شركه سواء عالميه او عربيه، حاجه طبعا تحترم. يعني الموضوع مش استاد بس، لا ده هيبقى في جامعه، في مدرسه، في فندق، في مستشفى. ساعه الاستاد هتوصل ل 42,000. فكمان الحفله كمان كانت جميله جدا. يعني الحفله كانت معموله على شكل استاد، يعني جوه النادي الاهلي في الشيخ زايد كانت معموله على شكل استاد، على شكل مدرجات، مدرجات الثالثه شمال الثالثه يمين مقصوره. فكان بصراحه الاحتفال كان هايل، وان شاء الله يعني اهم حاجه ان يعني ان شاء الله يكون في باذن الله خطوات بقى ان شاء الله في الفتره الجايه في الاستاد، لان الناس كلها ان شاء الله كل الاهلاويه يعني كانوا بيسالوا في الفتره اللي فاتت دي امتى بقى يبقى لينا استاد. يعني انا كنت حتى بتكلم مع كريم هنا، كل الاستادات الموجوده في مصر تبع بتبقى يا اما تبع شركه يا تبع محافظه، لكن ان النادي يبقى ليه استاد مش تبع بقى لا جهه حكوميه ولا تبع حاجه خاصه، دي هتبقى حاجه يعني هنشوف النادي الاهلي مثلا زي بايرن ميونخ، زي ريال مدريد، زي كل الانديه العالميه والاوروبيه، النادي الاهلي فعلا يستحق يكون ليه بعد البطولات دي كلها. احنا واصلين 151 بطوله، وبعد الانجازات دي كلها، وان انت بطل القرن في افريقيا وبتشارك في كاس العالم للانديه، والنادي الاهلي النادي العالمي الوحيد الموجود داخل قاره افريقيا، فيستحق النادي الاهلي ان هو يكون ليه استاد، وده اللي بيتارجت ليه مجلس اداره النادي الاهلي. فكل التحيه ليهم، وان شاء الله ان شاء الله في القريب العاجل باذن الله. دي على فكره شكل المدرجات اهو، اللي هو الثالثه يمين والثالثه شمال في الحفله، وعدد بطولات الاهلي مكتوبه 12 دوري ابطال افريقيا، 43 دوري. فيعني بصراحه حاجه تحترم، وان شاء الله في القريب العاجل باذن الله نشوف الاستاد النادي الاهلي باذن الله. كريم،